معركة اليرموك. تقدم جيش الغساسنة، لكن قوات التدخل السريع بقيادة خالد حاصرت جيش الغساسنة بشكل سريع جدا وصادم، فانسحب الجيش إلى معسكر الرومان. وأدرك ماهان أن المعركة لن تكون سهلة بالمطلق رغم التفوق العددي الكبير لجند الرومان. كان من ضمن الاستراتيجية الرئيسية التي اتبعها مجلس الحرب الإسلامي دائم الانعقاد هو الانتظار قدر المستطاع قبل بدء المعركة، وهذا الانتظار لم يكن اعتباطيا، فهم أرادوا من إطالة أمد الانتظار إنهاك جند الرومان نفسيا، وكذلك إلحاق التعب بالمسؤولين عن الدعم اللوجستي للجنود الرومان. فعلى سبيل المثال، إطعام هذا العدد الكبير من الجند 240 ألف مقاتل في نفس الوقت لمدة شهر هو أمر شاق جدا، وكذلك الأمر تزويد هذا العدد الهائل من الجنود بالمؤن أمر في غاية الصعوبة، وكذلك هذا الانتظار أضعف الروح القتالية لدى جند الرومان، لأنهم لا يقاتلون على عقيدة واضحة على عكس جند الإسلام، فالعقيدة لديهم هي الأساس، وكذلك حياة الصحراء التي نشأ فيها جند الإسلام تجعل صبرهم أكثر من صبر الرومان الذين اعتادوا على رغد الحياة. بعد فشل مفاوضات السلام بدأت استعدادات الجيوش وتشكيلاتهم للمعركة، واعتمد خالد بشكل رئيسي على المشافي توزيع الجيش. وكانت المشكلة الرئيسية لدى خالد هو طول اصطفاف الجيش المعادي، حيث اعتمد ماهان على الأعداد الهائلة في جنده، لذلك كان يريد تقليل عدد الجيوش الإسلامية وذلك بطول اصطفاف جيش الرومان. بلغ الجيشين المتقابلين 20 كيلومترا، واعتمد خالد على وضع طريقة اتصال بين جبهات الجيش الإسلامي على الخيال السريع، وكذلك لتغطية أي نقص بشكل سريع على أي جبهة تحتاج إلى مساندة. ووضع على المشاة 4 قادة: أبو عبيدة، عامر بن الجراح، وشرحبيل بن حسنة، ويزيد بن أبي سفيان، ومعاذ بن جبل. ووضع قائدا للجيوش على الميمنة عمرو بن العاص، وعلى الميسر نفاثة بن أسامة الكناني، وعلى الرجالة هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، وهو شخصيا على الخيالة. وشكل لواء من 9 سرايا كانت منظمة على أساس التجمع القبلي أو العشائري، بحيث يقاتل كل واحد إلى جانب أخيه المسلم من عشيرته أو قبيلته حتى يستحي الجند من الفرار في حال ازدياد الضغط الروماني عليهم. وجعل لكل لواء مجموعة من الاستطلاع بحيث يتم مراقبة أرض المعركة كاملة الممتدة على 20 كيلومتر، بحيث يتجه المسلمون غربا في مواجهة الروم وإلى الجنوب، وكان يميل الجيش الرومي إلى نهر اليرموك وشمالا على بعد أميال باتجاه الجنوب الغربي وهناك عند طرف وادي الرقاد. وكلف قيس بن هبيرة بقيادة فرق الخيالة التي تلعب دور الوحدات الاحتياطية للتدخل في حال أي تراجع ممكن للألوية الإسلامية. وكان ذرار بن الأزور ينوب عن خالد بن الوليد بقيادة الوحدة المتنقلة في حال انشغال خالد في الأعمال القتالية الأخرى في المعركة. جيش الروم كان يتألف من 5 جيوش كبيرة. كان ماهان القائد العام للجيوش البيزنطية وهو ملك أرمينيا، وكان قائدا لجيش الأرمني. الأمير قناطير كان قائد الجيش السلافي أو الروسي وجيشه من الشعوب السلافية، وكان ملك الغساسنة جبلة بن الأيهم الغساني على رأس جيش المسيحيين العرب، وكانت الجيوش الأوروبية كاملة تحت قيادة دريجان. اصطف الجيش الإمبراطوري الذي كان على طول 20 كيلومترا ووصل إلى 30 صفا أمام جيش الدولة الإسلامية الذي كان 3 صفوف فقط، وهنا لك أن تتخيل التفوق العددي للجيش الإمبراطوري. وعندها قال أحد المسلمين: ما أكثر الروم وأقل المسلمين. فسمعه خالد وصاح بأعلى صوته: بل ما أكثر المسلمين وأقل الروم، إنما تنتصر الجيوش بالإيمان. في 5 من رجب 15 الهجري 20 من أغسطس من عام 636 ميلادي كان أول أيام هذه المعركة الفاصلة، وكانت المسافة التي تفصل الفريقين تقريبا كيلومترا واحد. فنظر المسلمون إلى الجيش الإمبراطوري
وإذا بلباسهم المزين وأعلامهم وصلبانهم، وقد زينت رؤوسهم. خرج أحد قادة الرومان ويدعى جورج، وهو قائد من فرقة الوسط الأيمن في الجيش البيزنطي، وطلب خالدا بن الوليد. ففرح خالد فرحا شديدا، لأنه كان يريد أن يبدأ النزال ليخلع قلوب الروم ويريهم براعة المسلمين في القتال. لكن سيف الرومي جورج بقي في غمده واقترب كثيرا من خالد، وقال له: يا خالد، أصدقني القول، فالكريم لا يكذب، هل صحيح أن الله أرسل من السماء سيفا فأعطاه لنبيه؟ فأعطاه النبي لك، فلا تسل هذا السيف على قوم إلا هزمتهم؟ فقال له خالد: لا، إنما أنا سيف من سيوف الله سله الله على المشركين، وأنا من أشد عباد الله على أعداء الله. قال جورج: ما منزلتي منكم إن أنا أسلمت اليوم؟ فقال له: منزلتك واحدة كما كل المسلمين. وما الأجر إن أنا أسلمت اليوم؟ فهل نفس أجركم؟ فقال له خالد: نعم. فأسلم هذا القائد ودخل إلى صفوف المسلمين مقاتلا للرومان. خرج من الروم صناديدهم يطلبون المبارزة، وخرج إليهم الصحابة الأبرار، وكان يوما مشهودا لعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، نعم، ابن الخليفة أبي بكر، في مقدمة الجند يقاتل، ولم يكن من القادة المقدمين في هذه المعركة، بل كان من غمار الجند، وقتل 5 قادة من الرومان وحده في المبارزات الفردية. انتصف نهار اليوم الأول، وقرر مهان اختبار قوة الجيش الإسلامي، فأمر 10 صفوف فقط التقدم على طول خط المواجهة، فالتحم المشاة مع الجيشين التحاما عنيفا. ولم يرسل مهان تعزيزات عسكرية لأن المغرب أوشك، وكسر كل من الجيشين التماس، وانتهى اليوم الأول وعاد كل إلى معسكره. في الليل أحصى المسلمون الخسائر، والمجاهدات بين الجند يعالجن الجرحى ويقدمون الطعام، واستمر أهل بدر من الصحابة الأبرار الموجودين مع الجنود يشدون من عزيمة الجند. كان مهان يعقد مجلس حربه، وأخذ القرار أن يكون اليوم الثاني هجوما قويا مع الفجر قبل أن يستعد جند المسلمين للقتال، وأمر الخيال الرومان أن تستعد للهجوم من الجانبين، وأراد في هذه الخطة أن يشتت الجيش الإسلامي ويبعد قلب الجيش المسلم عن تقديم المساعدة للجانبين، واعتمد بهذا على بعد المسافة التي تصل كما أشرنا إلى 20 كيلومتر. في الفجر انطلق جيش الخيال من الرومان بهجوم كبير من الجانبين، معتقدين أن عنصر مفاجأة سيكون لصالحهم، إلا أن المفاجأة كانت صادمة لهم،